ميك يا غالي. نبي نشتغل عشان نكون سفراء. يلا نروح نشوف. لا لا توكل والله ما اخش بلحمك وخش جهز الخميس الجاي يمكن تطلع ترى. الله يسلمك. الله يبارك الله يبارك. شوف وينش مين شوف فرقوق لا مبالغ في ضحكته واجد جدا ترى كان بيحرق الفقرات حرق هن والله شوف لو ما كان نجحت استلمت الشراب ها وكنت استلمت الشراب ايش استلمت من اي استلمت الشراب يوم قلت شرف الكام بس هي كان اداؤهم حلو ترى جدا كيف كان العرض كويس حلو الشباب كانوا توهم مبتدئين ترى هذا جميل ترى صعود لهم طب انا عارف ايش السؤال اللي في قلبك ليش وائل ما قدم اليوم انا ما ابغى اقدم ابغى اظهر انا ابغى اكون في الختام بعد ما اخلص منهم انا اجيك انا اخش عليه طيب ما قصر الشباب قدموا حاجه حلوه للامانه يستاهلون اشوف بتسعد لو قدمنا كلنا ثلاثة اقوياء انتهت الليله اهنيكم والله اهنيكم متشوق كثير لفقره محمد عثمان جهز نفسه عرضك حلو رجعت انت برضو كاركترك انا قصدك على طول كاركترك القصمنجي جميل يا عليك والله انا ضحكت على مين ضحكت على مستلم عبد الرحمن الطيني وضحكت على مستلم على مفلح والله ولد دقيقه يوم قال دقيقه يا اخي نبره الصوت اي هو نبره الصوت على مسك البطانيه اللي تحت الباب اضحك اضحك هذا هو قناعه النفس ترى ثقه نفسك هي اللي والله حوالي 7-8 اذا مهم اكثر جوني قالوا ما توقعناك كذا تصلح عشان ايش قلت انت هو تدري ايش قال لي في غرفه الملابس قال لي العيال يقولوا لي ان ما تصلح قصت انكم قلت له اليوم انا مش قلت لك نتخلى اول فارس لان قلت يمكن اقلهم مستوى بعدين خلى راشد لان شوي ازيد بعدين خلى طويرس لان شوي ارفع فاهم علي اتوقعت كلهم طلعوا نجوم لا لا طلعت كلكم لا طلعت العكس لا والله ما طلعت العكس لا والله ما شاء الله عليك تبارك الرحمن انا كلكم فارس فارس شوي لان بعد ما فهم قوانين مو مشكله متمرس فارس يبيله اساسيات يتعلم لكن هذا مره سلم الخيط عندي خلفيه عن ستاند اب كوميدي قد شفت عروض ستاند اب كوميدي حتى اجنبيه عرفت بس اني انا ما قد جربت هذه اول مره اليوم ترى اليوم طلعت هذه تاك 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 لمسات بسيطه تاك تاك انا انا بسيط جدا هو انا راشد ما توقعت والله انا ذاك اليوم اتذكر كلامك تجيب موضوع انا مثل اليوم انا ابتسامه شيء جميل لكن مو بكل وقت يعني عندنا واحد هو يجيب موضوع حتى في نتفه نسيتها والله عنه محمد عثمان انا سوى كذا احسه بيفجر بحسام ناسف انا حق توم اللي قلت لك عليه حق الثياب ما قلت لك جيت انا قلتها وش هي حق الثياب اللي قلت لهم لما تلبس الثياب طقم سوا كان لكم ثلاجه الضيافه واحد فاتح واحد داكل ما قلت حق القهوه الا قلت لك خلف الكواليس يا هي حلاتك يا مولانا يا مولانا يا مولانا والله مبالغ شفت ضحك عبد الرحمن لا عبد الرحمن الله يعطيه العافيه كان ضحكه اوفر شوي مبالغ فيه مره مع ان والله فقره راشد كانت مضحكه ما تحتاج الى اوفر كانت جميله يعني لله الله يسعدك هو عاد رايح صوته يا زمان الطفوله الله يا الله يستر عليك يا وايل هذه حق سمير البشير غلط والله غلط حبيبي وايل يعطيك العافية يظل وجهك كيف غلط والله غلط انت الصح انا بسوي ستاند اب كوميدي ما ادري ايش اسمه